يطلع على الشعب التونسي، الشعب التونسي يعرف جيدا من هي حركة النهضة، ومن هو الشيخ راشد الغنوشي أيضا. الشيخ راشد الغنوشي ماهوش إنسان نكرة، ماهوش داعية عنف وإرهاب، داعية تسامح وعنف، وعنده أدبياته وعنده فكره، إلا عند بعض المجموعات داعية تسامح وعنف وعنده أدبياته، داعية تسامح وعنف وعنده أدبياته، داعية تسامح وعنف